حفلة ويلو سوى قاسم يوغ بغلال سوماليا ايكا سوى قيب غلين ايا لغو قبتي هول كوين هيلتون اي مغالا دا تن كولومبو سوى هايو حفلة دان او لغو سوى دوين ايا حلبانة دريس اللغران عابشير ايا وحاكا سوى قيب غلين حلبانة كاتيرسان دولة دا سوماليا حلبانة كسعودي قلوها بارلمان كقبل كانيو هايو مسؤولين كسعودي وزارة داربها ديبا دا سوماليا قيبها بلشدا غنعصتا دا هقام نياشي چالي دا يوليبا علوما دا رنكو دا وحا كالين كقادان ايي فنانين تو صوب بندقي هيسا ودنيا يوليبا هيسا سودويني سوغو چيري انت بدن داد كي كهالي او سودوين تا حل ديبانا دا كهالي كدب وحا يموچيان اهمية دا ايلا دا هاي ان لوگو برارugo حالا دکه تاگم دلک سومالی دگال کدولت دو سومالی ایکوله چرت ارگه که حسه ده یه این لو به هنیه این قربچوک تو ایکو برارگان این کالن ک قاتان عوی ماده عید ماده یه دی ریگلین تدات کلا سی دلک لوگو حریه حال سه کو حیران نیل حریرادین عرگه که حسه ده حفل دنی او اهید میداد آد اتر بدن ایکه حلن ساعد بدن نسعتی وحی اهید ند حماسه دیونی به حسه گونیال اهید حفل دی سروین تحلب آن رئیس القرآن عابشر نوح ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. وعلى سبب مريك قبلها سبقت محيطه الى برمضه تفاصيلته واهميه قبله اليه. سيدة درت هذا اركتون مجتمع وحاوليها ارنتي سوء وانا اكسنت هاي وحا وانا اكسنت قبله سا وانا اكسنت وانا اكسنت سيدة واتان مجتمع عندنا كباتو انك فراها بدل وكل عي ماشي ان كان يوم وهني وقبلها. ان النجلس وقيم قريب ونسوء اتشيبين حفلت النجلات الكرام آدي آدي من قومة الحلينة وحانا لأن هاي حلمان ريسل وحلمان أبو قرمتا إنسنا لوسو دويو وحانا لأن قومة الحلينة كدو يحفلة سوقة مقاليين ودن يرادا هاي هور كان بروح لبضان وحانا سسارا نودي ياريين مقاليو لخان شيرو من شنقريو ويوقل مانين لمن شنقريو عالي بيكرو نقلي هذا العدد عدد هذا ميير كوزي فرح تطلع صوتاً باكملة كتشوغه وحقبت كاسو نوع والبلها هديتها حق التعليمته حق أمنيه حق سبورتسكا حق متقنا كابياش راجع هم كأسرنا حلو بنا الصومالي ماشى فريدة يكو مقامبا ومد الصوماليات مدحوينا كل يوم ماهن مدحوينا هدورنينا وهحقوله ودن كأنه بتبادي حلو بنا ذا وهحقوله سنة يترلا وهحقوله أذن كأنه نتجت فيسا سلا درادي وإن الرجلين إن الوطن كان عقبة الصومالي حال خطر بكتيرتا وطن كابين يملوك وربنا سيدة درادية وانا أرقنا دينك وطقالما يا دينك وطن كوطقالما يا وأرقنا وانا إذا قرب استعجى إن أدام ناي ركلام سوانا وضع إن هدي إلى هيدنا أوف قدت كودو ذو وأكسو دوين بدني هيدت كان دت كودو ذين ريسل وهي أي نوع موجسة وأنا أركي نيبان كسو دوين إن اللي بانا بدن بسو دويني لو وحيالات بيوجد وانته مدو حاوي هل بعنا ذيك لا دول كانوا يدجناين ودنه هذا واكوجر وحيو إيمان هيا أيده ودن تدت كا كوي جوده أنا أيده وها الله يسانا رنا كوي دبده أنا ويسوب وقتي سدا أوجد وارنا أيده جاروا مارك الله بيا ربي نورنا هيا أنت هذا الشيء سود وانته إيوه ترامب كا يسوي شيء بيدبا أنت يقول رئيس بقى كل عصنا هاي هذا الكبدين مايو لكن waxaan rabaa caawina qabyaalada iyo xooga raaliiga ahada qabiil aan ku hadlo xilibanada awowgeed baanahay markaan soo wareysanay bagaratay marka soo dhawaynta dadka midka duwan baa kugu soo dhawaynaya markaan isa sii wareysanay anigana waa ayayday marka mid walba soo dhawaynaya aniga aad bay farxad gooni igu tahay because gabar Soomaaliyeed oo ma aragtay meel sare gaadhay oo umadeedu wax u qabatay oo sidii la sheegay markii horena iskeeda ayadu isku soo saartay oo salaf meed ah oo hooyo ah oo ganacsada ah oo ma aragtay baa tahay markii waxaan noo tahay kuligaan sharaf iyo amaan waanan ugu faraxsanahay waan ku soo aniga farxad bay ii tahay haweenada gabadh markii la yiraahdo hadda waa gabadh markii la yiraahdo
وحكروا يعني والمهد مهد سنتين رجع ما دام دعوة إذن كوسدا أو بدن وسدا أول بسن أدنوصوا بحدين أنا بوها وينها. رير كلام بصهايو وأقولني مدري إنه ويا قاني وعارضيني إن أنسود وينه قبكي ما دركتين نجم مدن ولا لكن إنه مرتيا. And there's only a few things you have to do to really come through the Imam. One, you just follow the example of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Easy peasy. You follow the seerah and the sunnah, you're good to go. You have compassion. I can tell, I've heard a lot about you. You have compassion. You have mercy for the people. And lastly, shura. That's the way deep. What do they need? What do they, you know, what support do they need? What's the problems that's going on in the community? And I know you already do that. هل سؤالنا وكويدين ربا ما أنت مرنا إذا حق لي سأذيك مركان أركي مجا عاجي والله حقيقة دت كان الحمر تواتقان لبر الحمر أن أطلق صاحب ذيها ورمجا عن محاوين الرسلان والله أنا شريف مكسا يسير هدنا كل لبعض أن أطلق أنا جن سيدي يقول شريف والله مجا عن ولقي ما مغلين وعائر مركز ومالوين للرات من بادية رادي صاحب أنا ورجع ملاسة مركز ارور مغا مكسي والله شريف مكسي يجير هدانا اماما رادي والله امام او مساجد وحير صلاه المغرب وحير مغا الى فير بالقبل دعاه او مشى لغي انفتاري شريف امو مغا قلدن يو يغير ور مغا ما قلدنا دا ريسلان مخا مرك اذن جوابته كاسوغا مغاص معاجر ان ان غورسدان ربا غبدهدان كوغو سمينا سالو باس يا شريف علي تذكر وكقص شي ما شاء الله عادي اضد ما سنت هاي انا ريسل دنمده انا قان أنت إنك لو حلا يا بحلبان يو أنا إسلام تيدو ولا جن حفلة زمر راعين لكن عاوا يسوس راعنا هاي ثقة هنا يشوكتو واشوكته هبين كي كلا نوحوا هبين كي ساعد فرح قرات برايم مستر كلا قديم هرتوا حش ماذا أنا باي كواينو واحتروي الرئيسل ما أنا حلبان أنا تاي ما أنا قف واحترواي أنا جا برنامج وين وعن كهر قلنا إن عاود على قسبتالها رنتي أيضا يا أبيض هذي ساعين يا ضرر دير شيء هذي ساعين رنتي مهر قلنا مركب أباي كسره ده كان رن ده يركزنس المعلم رضا إيوه ولا راه هوي يحلبان هذا عليه أدو كتير عليه على حوش حلبان كي يكرن وافد كيسي وأنا حلبان يا دل كانوا ديال بكتيرة ولي بدت كي إن كوميونتي هل كان شو بدت كي سومالي وجسد بدنا بعد هيدين سد هدي لا هيدت كي كقاتي بعد هيدين بدت كي إنه هاي شو جا عرورتي سد كاس كسو كرتي باتين حد دل كو ديال بكتيرة وحن إن كعد سنة هي دقال كاسينات كقيب قاتان وحو عرورسان رئيس الحلقي سوماليا وحميد وداتكو اي دربيدة هامنية وحي عبوريس الشغو وحي عبوريس الأغالة وحي مايكرو فاينانس ملشدة كلا يكونوا الماشا يكونوا مغادل عوضا مركب حالة رئيس كسر دوو كولومبوس انت اسواس دوينتي وحا لا جوغا عاود halkan ay xilibaana kala to xiliban case hoosh wala badan yahay kuwa local ah oo state ka ohayo ku jira ismaaciil maxamed iyo munir abdullahi aad baa ma santiin aad baa ma santiin kulligeen sida sharaf tale halkan caaw u soo baxdeen soomaaliye walaashan rais qoray waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto intina caaw isku maashiin aan wajala intaan kala qof Soomaali isku maateen ahay waxaan ku noolahay magaalada aan ku noolahay waxaan nahay Soomaali dadka ku nool magaalada waxa kana percentage jir aad u yar ba kana aan adan ku xuno arkaa madaw madawgana xuno arkaa immigrant ku xootiya wadanka ku soo biiray ayagaana dadka noogu dhow anagayna markasta waxaan sameynaynaa inaa SSC kala saar saarno aan caaw farxaan ba u baahan Soomaali aan waxaan rabaa hal daqiiqo hal kelmad ah aan dhaho intina halka joogta iyo inta maqan oo reer Columbus waxaan idin hayaa sharaf markii aan u soo istaagay inaan tartamo
sida ay ugu guntateen ana qaliin ugu baxsan codkeena ay siisan waqfkuuna guuleysta mana guuleysta laakiin aniga waxa iga go'an inaan Soomaali u shaqeeyo inaan xilbaan noqdo ama aan position helo macna badan ma sameeyo wax badan ka badan ilaa 2007 kina waxa u shaqeynayaa bulshada every day ana waxa wax ka qabtaa oo ka shaqeeya wax bulshada tan wax aan u jeedada arintaas aan u mention garay waxa anagoo sida isku wada baahan aan farxaan maanta uu noo baahan yahay anay shalay baa la taageero la baahna Ismaaciil waa soo baxay waa la taageeray iyo mudhiiro waxa marka aan rabnaa kuraas ma ahan labada kursi oo mudhiiro iyo Ismaaciil haystaan iyo midka uu raadinayo farxaan aan waxa jira kuraas aad u tiro badan aan qof kasta oo idinkeeda kamid ah oo doonaya inuu wax u tartamo hadii aanu istaageerno oo aanu midowno waa soo saari karnaa xoogena saarno laakiin hadii aan ku shaqeyno sida aan ku shaqeynayno marar badan aan ku joogana kuraasta iyo haystaan waxa ku sugan dabaal qof ayaga midabkooda aan ahayn oo Soomaali aan ahayn uu la tartamo oo dadka kale to deegaankan degan oo naga tirada badan oo kuraasooda u soo tartamo maalinkaas ay loos garanayaan kuraastooda anaguna aan kala qaybsanah laakiin hadaan isku tiirsanaano arbidowno aan ayagoo meeshooda wax ku hayn karna waa kalna waa dooran karna nimadeeda ee waxa ku jira qalbi wanaageeda Soomaalinimadeeda sida ay jeclaan lahayd inay wax u hagaagaan oo intay qabato inta ka sii badan ay sii qabato guubaabadii anaga ay noo sameeyneysay oo lahayd qurba joogta aniga oo dalkii jooga oo waligaa ka bixin ba intan qabtay wax kastaad qaban kartaan dalkii wimaada wax qabta macnaha runtii marmar adoo iska disbareedaho meeshii adoo yar kugu dambeysay ama dhalinyaro kugu dambeysay oo raad raadinaya dariskaaga iyo raadkaaga iyo isleedahay see meeshan loogu noolaan karaa maxaan sameyn karaa qof reesal oo kale marka la kulanto oo inspiration kugu sameeya oo ka dhaadhiciya waxaanu inay sahayno reesal waxay ii sheegtay waagaas inay hooyadeed iyo aabaheed iyo walaalaheed iyo kulli ay dalka dhoofeen runtii markii Nasiib Xumadu nagu dhacday qarankeena burburay ee la waayay ma aragtay matalaad shacab oo dagaalkii ahliga ah naga dhacay ee dad badan oo Soomaaliyeed oo deegaan kala duwan jooga waxay qabteen wixii loo baahnaa oo dawladnimada uu in lagu qabto ay ahayd iskoolada ay dhisaayeen isbitaalada ay dhisaayeen dadka gaajooda ama dadka dhibaateysan bay ma aragtay garab istaagayeen waxa waaye reesal waxay ka mid tahay dadka Soomaaliyeed oo u dhabar adeegay ayagoo heli kara qurbiyaashan anaga aan imaaneyn in ay wax sameeyaan difference ama wax ay ku soo kordhiyaan bulshada ay la joogan horumar ay ka shaqeeyaan dhaqankii dhaqaalihii ilaaliyaan dadkaas gabdhaha u badan marka aniga ayaan hore waxaan iri haday isbitaalada ayagu dhisaan oo qoyiga Hargeysa isbitaalka ugu weyn gabar baa dhistay waan qaana isbitaalka kale ugu weyn koonfurta Soomaaliya gabar baa dhistay haddeer isbitaaladii la dhisay ee Reesal oo hadda caawada laga dhisay kaalinta ka qaadatay waa nalo sheego waana ogeyd hadii gabdhuhu wax kasta qaban karaan dalkana aan qabanno aan qaadanno aan garayn waxaana masharax ku hayaa adinka kampaynkaana waxayna kaga baahan tahay waa cod aidan ya aqliin waayo hadii aadinka aanay la tashanin oo aadinka waxa aan isoo bandhiginin oo baahideena aanan soo wada fiirinin yaan la adeeyaan kale haddii aan dib ugu soo laabtay magaalada Columbus badankeed dadka ugu badan oo city council-ka fadhiya waa dad madow dadka madowna maanta xaaladda ku jiraan waa aragtaan anoo daba socda hadalkii injineer Kaafi Soomaali meel ka soo geysan ma jirto sidaas aniga walaal waxaan reesal waan Columbus magaalada kugu soo dhaweeyay aniga iyo campaign teamkayga iyo magaalada iyo Somali Chamber of Commerce ku soo dhawow magaalada Columbus ku soo dhawow gobolkeena Ohio sharaf bayna noo tahay inaad gobolka nagu soo booqato inta marka laga tago waxaan caawin jeclaan lahaa adigoo raali ah Nuur inaan fursadan uga faa'iideysto walaalkay Farxaan Jeyte Farxaan Jeyte waxaan filayaa qof halkaan caawo joogaan aqoon inuu san jirin waa musharax u taagan degmada Columbus ee gobolkeena Ohio
فرحان كرسيغو ترتما يا لبا شيبا او مهمسن او قف وليبا ايدين كيميدا اي مهم تاينو او عاديو ميدا كوباد امانكا مغالداني والا سوتان لبا مالين كهور اما لبا هبين كهور انده ان شنيه توبن جير سوماليا لوغو ديلاي غلبادكا مغالداني كولومبوس او يهاي ويلكي سومالياد داداس لهيغ الديلو سنه كانت ترى الديلو رونانتي ترى دو بدن اي تاي مركه فرحان مدام سيري كونسول كي هوسي مدام بوليسكا و هوكي جيسن كرا كالي وين فلان سيدا سوى هاي مدى لبانا و هاي برشادا غوال كان نسيب دارو نسيب ونا غاندا لبدي ساقل يجي غنر كبين تبع حزب الربابلكان كهذا حكومه و هي عباها ان وغم هاد علينا و هاكيم بدينا كوكو ليستان إن وحيابيه دين تيجا يدغن كيجا لبده بأيدي دنايان إن يهور يستعجل. assessment أكو سمعناها. رئيس الله عنكوا ده. وكو إيمانها يا كذا كو جينا كذا مجنين. هلص إبر سؤالك هذي. مركزة توحن أجهدي إن يحل دوالي ماذا أقلمته. بدنا وحاء رجنا يحل دوامه ودمذا مراكن يوروب تكتجي. أيضا وحي سومالي أي كده لطيف سومالي جوكتي حتى بزنس كذي لعبت هذا سومالي جلسي كبعدنا حلوان هو أرضي وحياة البدن أي سمس حلوان هذا بدن أمريكي حلوان نقدان فكيشن دبي ما كبحان لكن أيضي ودن كي كولج أدستي إيربور أدستي مالك يودن وحي جلس ودن كي مركا مركا الله الله وحاء وجاذي مركا ده قف حلبان ورد يا عمي إيه يشج محا محا سميسا بيقول الإنسان سان سان أسميه أيده حد هذا وحاء ربا إنا سميه سان 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 مركا قف كمركو فيوتشر كسي في رنايو وقف أو ودن كي ربا إنه وحاء ترى مركو ريسا أبو شذا شرفت له ما شاء الله غرحة بدل له سيد شرفت له كنت معدي صدق وين ترى حلبان ده أنا شرفت له أول شيء ريزل إلى هذه المباركة كلهم بس شرف لك صوب بحذين مملين يحلباني ما ذي كلام زوها أنت كوجا يعني وسان وسنو يورت محسوسته كانوا شرف مركا ريزل سنو ولا شيء وحرمنا هم هدعلي ولا كي نور دوبو يرنتي قدومي عبد الله جيسي لا كبرك يرنتي شرفت له حفلة نسوا بابلي وهم هدعلي يا ولا شيء ريزل حلبان هذا شرفت له يرنتي حلبان مملين يا بفرصة كوجا يعني أنا عشوا عشوا إنه أنا دور خوف مركا واش شيخي سني ارونتي وحقبت كذا نمرين يا ابو كاتي عبد واحد باسف عن طابتي ارونتي وحيا لا شك سوقبتي عبد واق رونتي ادبي وما سنتهي قف وحا وي تاريخ لرونتي بيفور انت اوردنبا بتاريخ شرف القلهيد ايربورك عبد واق رونتي سكول كان كديست عبد واق رونتي قيب وين بانا او سوكاها عبد يدن جيسي ابو كاتي سف عن واحد عبد واحد ولالكي عبد يدن قافا وربع سنين وحس رونتي وقيب وين سنين كاها رونتي لا يكبركي رونتي واتاكي سناني مركي ورديسي حتى مركي أقول مرحين لكن أنتي وقتها جرسنا. مركلة حفلة أنا عاوز أقول لك روحت بدن وحنصور ويننا ولاشين حلبان كمان دينا رئيس القرآن أبشر مركلة صدو حلبان حفلة دواسك صدو وين؟ مركلة وحنصور وين يا رئيس القرآن حرسي وأنتي كلمة الرئيس أبك سومالي جوا بارك سر إجيل بارك سر إجيل يا رئيس مركلة شريف. وسأشهد وكيف شوارف في الصومالي وحنفلا يا دمان ده كأنت هاك إن شو رعاوة مركي دولة في الصومالي ده عادي وحنفلا يا إن عبد واحد باوح يجري دولة في الصومالي ده كي وحى وقبل انكهر وحى هاين ده كعاوة هاك فنيا لكن جدو ملاحين سبتال ربوتنا ملاحين تجلا من ملاحين مركب ما حبكم أيها وحباي كما يلين قرن ما دي الصومالية هري وحيل كلام متاعي ما بدو الله قبل الله فرع بلنا وحكيهم دوي دور الصومالية وأنا أعرف ما شاء الله تاريخ القرطي أنا إنت لما أعرف وحوي هل كلمة بان لا جراد جامع جراد علي جراد كي وحلي هاي جلد دجالك عاو وحن الله هاي جلد على إنت جلد على إنت هو كلا هرينا هدر وشيته هدر وإسماعيل هدر ومحمد المنير عبد الله دمان هلا عليو حلو عندنا إسماعيل يو منيرة وإن شاء الله سنة كده بعدها دينا يا هدر هلا عليو مدنها عقل كوسوف تتم يا
فرحان جدا إن شاء الله لما أنت وسلامتي وقت مدها دلقي جوجا طبعاً صنو لبكون يصدق طبعاً كي استيج كان وحسوي استاجي مدحوينا حسن شيخ محمد وأنا كان كسر دويني ركلم بس سكفتن ربلا أيوة حذير دولة نمذي هذيك على سو تجي إلى أتسوع لسان صومالي دولة نغن ما يسو هرتوا عن ربا سودوين تاس وحيكر دكان تهاي إن الدولة جعشين إن الدلكين جعشين إن الوراقيس جعشين وحاجر وحيابه أي تهاي إن لهم بذوبو لنا علوقة سوى ذي جيستو لا وضع تاغيرو تصالحان وحاكم إذا دقال بادل كجراء مدحويني إن هدو حجراء وصم الرئيب فورين تدقال كجراء بلباب بلوات بسي مرأي دقال كاسو هكامين لمن عدو وان إذن كلا أقونين وان إذن كلا جعلين بولا ديري ريا دقال كاس إن دين علوقة سوى ذي جيستو أو لهم بذوبو walowada taageera arin muhiim weeyaa Trump wuxuu yiraahdaa markuu qudbeynayo kamarooyinka ku qabta si jeediya qoloyinka kamarada horta crowd kasee u arkaan bal ku qabta crowd intaan leeg miisaanka le ma umaleynayo in mar dhaw Columbus ay ka dhacday waxayna marqaati ka tahay sida ina dib u eegtaan ma rabaa horta aragtaan dadka meesha ku jira sida meeshaan ay u caamiran tahay waxay marqaati ka tahay sida loogu hanweeyay walaashan Raisul Abshir iyo shaqada hufan ee qiimaha badan ay soo qabatay anigu waxaan ka mid ahay dadka jaaliyada Columbus ee caabud aqaan laakiin wali aan caabud aqtagin laakiin hadda ayaa waxa ka qayb galaya sanadkan intaanu dhamaan caleemasaarka ugaaska oo caabud aqbaltaya marka waan aqbalay Djibouti baan heritage tagayo caabud oo waxaan idii marka waan ogolaaday marka waan tagayaa walaashay soo dhawow kulan degmada ay alle yeelan doonto oo aan hawsheeda ku jirna way jirtaa waxaan idii waraaqaha la geeyo oo la qaado oo xafladaha la geeyo iyo ma ahane kulan miisaan leh maamuuskeeda leh oo xildhibaanadeena mudan ay degmada la yeelan doonto haddii aleedmo hadalkayga waxaan ku soo koobayaa arrinkii walaalkay professor Jibriil ka hadlay waxaan la yiraahdo where there is a unity there is a victory waxaan leenahay raisul qorane hadda sidaan u soo baxnay waa u jeedaa waa waxaan ka aragnay ma ahan wax mala awala ma ahan wax aadan kasban inta iyinka badan hadda inay sameysid baan rabnaa markay noqotid waa ku soo dhaweeyayna magaalada waa magaaladaadii meena soo dhana aad bay soo wacayaan waxay leeyihiin waa ku dhegteen xildhibaanadii soo daaya marka insha Allah waad gudbi doontaa war maxay raisul ku kasbatay jamhuurta intaa la eeg baan rabaa inaan meesha gareeyo raisul markay ordaysay waxaan maqlay wallahi been ma sheegayo wax qabadkeeda maqlay dad badan oo Soomaali oo masuuliyiin ka maqlayay gobol ka tartamaysa gobolka oo ka soo baxaysa oo fursad fiican haysata marka waxyaalaha ay qabatay maxaa ka mid ahaa waxaan wali caawin badan baa laga soo hadlay laakiin refreshment ayaa ku sameynayaa raisul waxay ka mid ahayd dadkii maaragtay caabud wax badan ka soo qabtay oo runtii ka gubanaya kana qiiroonaya wax dhiba markay dhacaan sida environmental problems sida mataqaanay abaaraha kale markay dhacaan waxay ahayd shakhsiyaadka ugu muhiimsanaa ugu xoogga badnaa markasta ka daqnanayay lana sameynaysa xiriirka dadka qurbaha jooga ee dadkan hadda caawa awooda jeedaan oo dhan waa dadkii la soo xiriiri jirtay ee dhiiji dhibaata jirta waddankii kaalay wax ka qabta waxa u malaynayaa munaasabadu maanta waa soo dhaweyn uun kaliya inaan dhahno walaasheen Raisul Qorane ku soo dhawow Columbus ku soo dhawow dhammaan dadweynihii Soomaaliyeed ee ku noolaa magaalada Columbus oo isku duuban oo si wada jira ku soo dhaweynaya midda labaadna waa mahadcelin aan u mahadcelinayo dhammaan dhalinyaradii iyo qaybihii kala duwanaa ee bulshada ka soo shaqeeyey in munaasabadan ay noo qabsoonto oo dadka faraha leh ay ka soo qayb galaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin mar kale iyo mar labaad waxaan leeyahay walaashay soo dhawow ku soo dhawow dadku jecel ku soo dhawow dhammaan jaaliyadii Soomaaliyeed oo qaybaheedii kala duwan leh oo caawad halkan kugu soo dhaweynaya Columbus waxaan jecel lahaa inaad adiga iyo xildhibaanada kale ee ku garab fadhiyaba aad wixii aad ka bedeli kartaan Soomaaliya ka bedeshaan thank you so much walaashay xildhibaan raisul qorane abshir dacan furan u soo dhawow
ولكن أنا واحد دبانا أما وزير أما مشان نقصه دوي كم غيب جدل لكن كل سنة يحرم أي رسمك تعرفها يا رسول دوي أنا كرئيس قفك عنده واحد دبانا هاي معناه ده حاول حل بعد دبوي أنا قف سومالي وأنا قسي زولة يا هذا قف حل دبا حل دبان لهذا حل دبان كان واحد مثلا بالغير لا يري حل دبان كان واحد مثلا فرب راس عصير إلا الناس كان بوني فرب راس عصير إلا الناس كان بوني أيوه مثل أقفك حل دبانك سعد لسه قطان بحل دبانة دوالة ناريا وحلقوا ناريا إلى الدعاد مغدادة تكود ورالي حل دبانة دو صومالي يدن قلت شوكتها لما أنتي واحد اللان دادالة سيد موشيك الله كركري وحدو كركريسان 4.5 إلا قبح حل دبانة دو هير كودو مركي كدو فاهيين عاوضوها وحاي ترى أنه ما بحاي كل فاهمي لقوا بحاين أنا ما بحاي ترى عاوضوها كمتا قايو قلمة دو كمتا قايو صومالي أنا كمتا قايو هرمر بي كسم اي سي الا بوساس غرو قال كايو دو سمريب ماشي اللي يرادو مقدس عابدا ميل ان بيسنس كاد بوم عين مال الهي با وبركي انت اي قبت الهي با كشيكن كرا واو ما دلينينا وحان ربا انا او ييرو وادي لا سو دويسان انت انا رو ييرين وحان ربا وا حنو سن اديركي صاحب كيا صدو غينا محمد حوش عسكري انا ودو عيسان بان انا كربا إلهي إنه عافية وحنوسية أنت كذب وهاي لسود ويسان حلبان محمد كيسة سو أسود ويو حلبان هذا كلا أيها السود دي بايا أنا قال كاسة نوعك تاي حلبان كسود ومكرفون قرن نمدني دور نمدني الصومال نمدني يجريتان كين أم مدحان بخطر كتشو مرك الشباب أنا قوم مدايسن أو مدا بنول دلنا اسفو قرب استاجينا dagaali hanti ku bixineena waxaan rabaa arinka labaad idin ka bogaadinay inuu noqdo een Soomaaliya unity ga waxaan ku dhaaranay wiilka jooga loo yacde wiilka jooga luuq wiilka jooga baydhabo wiilka jooga ceerigaabo iyo berbera waa umada Soomaaliga taa gacanta ku dhaaranay qayb kamid ah oo arinka dhacay laascaanood baad umada Soomaaliyeed reeb koobas ahaan si fiican uga qayb qaadateen waa idin ku bogaadinayna arin umada Soomaaliyeed unitygeeda ka shaqaysatay ma garab istaagteen Soomaalinimada garab istaagteen Allaah idinku sharfo waan idinku bogaadinaya sabadan qiimaha badan leh ee qofta ugu tala gasheen waa qof istaahishay wey aad iyo aad bay u istaahisha waa ka sheekaysan qiimaheeda idinkuna waa ku amaanantihiin ee caabud waaq iyo halka marka la aado waxa ay tado iyo waxa ay ka qabato marka laga soo tago hadheer ani wax libaanadii hore aan ahay markay nagu soo biidhay anaga dhixyaal bay noo noqotay gabar lagu soo tubado oo runtii maamuus badan bay noo ahay marka waxba kaga dheeraan mayo aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin inaad taqaaniin iyo inaad garateenba waqtigii hore heesaha waxaan u jeclaa soole baan u jeclaa hadda caawa waxaan u jeclaa shimbirala shimbirala Soomaaheen shimbiralays shimbiralays heestii si ahayd shabaabka shabaabka horta dalkii baa lagaaga baahay adiga nin dhiran baa tahay aad iyo aad baan ku amaanayaa heesta iyo adigu baa dalkii inaad tagtaan weeye marka runtii hees fiican bay ahayd waa la waramay anigu laba kelmadood baan oranayaa marka aan raisal teeda ka tago oo idinku aa sheegteen oo sheegid iga baahnay mid waxa weeye gudoomiye xasan dheere iyo cabdi waahid ayaa ka hadlay iyo ra kale oo badan ee Soomaaliya ee intii muxuu ahaa xasan dheere sheegaya malahan waa dal burburay weeye soo kabashu ku jiraa ee marka إن شاء الله waxaan rajaynaynaa isagoo qurux badan inaad aragtaan waqtigeed dagaal buu hadda ku jiraa dhinac istaag buu idinka baahan yahay waa ay ugu yadhahay heestaas iyo wixii la mid ah qodobka labaad waqtigu waa iska yar yahay hadii aan aado waa laga hadlay midnimadiina iyo inaad dadka idiin muxuu ahaa tartamaya oo hadeer la xusay ninka la yiraahdo ugu dambeeyo farxaan
oo horey Ismaaciil iyo Muuna iyo ku soo baxeen inaa wada jidaanin oo dad la soo baxdaanin sharaftiina weeye maqaamkiina weeye danihiina weeye dadka Soomaaliyeedna magac iyo sharaf bay u tahay ma sha Allah tabaraka Allah marka geesaha sawir fiisheen hadalka way gaadho farxad oo weyn ma sha Allah tabaraka Allah waxaan salaamayaa dhammaan reer Columbus Ohio dhammaan reer North America reer kasta joogaan waxaan ku salaamayaa salaanta salaam salaam alaykum waraxmatullahi taala wabarakaatuh xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya saaxiibaday xildhibaanada state-ka Columbus Ohio xildhibaanka booran city council-ka walaalkay faarax jeyte cali dadku caawada faarax jeyte aruun faarax jeyte cali nin lama dhawaan gelin karaa haddaan mid ogeeyo sii wado waxaa la oranayaa qabyaada waabaysaa marka xildhibaanka dooran qofku markuu xajka aadayo iyo markuu wax raadinayaba labadaba waxaa loogu yeeraa waxuu raadinayo maasha allah safiirkaygii hore Faadumo Isaaq Bixi gudoomiyaha guusha tarasi odayaasha dhaqanka iyo maxaan ku dhahay salaadiinta iyo ugaasyada iyo nabadoonnada ma kala saarsaari karo gudoomiyaasha jaaliyadda ugu horeeyo gudoomiye xasan dheere halgudmasaasa lamiya daar waxba ma kala qayaalela yaabi gudoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed xasan cumar cali diin madaxda masuulmaaha maasha allah ambasador hadar ah la taliyaha siyaasadda arrimaha dibadda walaalkii Jibriil dhammaan gabdhaha sharafta leh oo inkastoo iskugu jira hooyooyin aqoon-yahanno ganacsato ayaga waa badinayaa oo daanu gabar baarahay waxaan ku dhahay ta dhalinyaro koox kastoo dhar ay yihiin qof kasta halkan fadhiya baada saxaafadda baada fanaaniinta oo runtii aan leeyahay waqti meel dheer bay ka yimaadeen oo safaro dheer bay soo galeen intaas oo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan u mahadcelinayaa reer Columbus Ohio waxaan mar labaad u mahadcelinayaa marka koowaad mahadcelinayaa mar labaad mahadcelinayaa guddigii soo qabanqaabay xafladda sharafta leh dadkan quruxda badan oo maasha allah wasiyada quruxda badan oo boqolkiiba sagaashan aan aqaano toban baa waxaan isleeyahay laga yaabo ay marina iga fogiyi laakiin hadday isoo dhawaadaan aan garanayo soo qabanqaabiyey ka soo shaqeeyey ilaa aan soomaaliya joogay imaaraad soo maray soo maray turki intaas ka shaqeynaya xafladdayda ilaa intaan joogay iyo intaan haddaba ilaa hadda gacanta ku haya aad baan ugu mahadcelinayaa runtii aad baa u mahadsan tihiin magacyadooda ma soo koobi karo laakiin sida la ii sheegay gudoomiye sida hadda aad kaga sheegtay gudoomiye Cabdiqaadir shirdoon baa gudoomiye ah maasha allah amniga layiraahdo cabdi aalan geeseyna kole gooba la isku raaco dadka oo dhan baa isku raacay maasha allah marka dhammaan qof kasta oo halkan fadhiya intii soo qabanqaabisay intii ka soo shaqeysay inta joogta waxaan ku salaamayaa salaanta salaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa ku mahadsantihiin soo dhawayntiina oo ku mahadsantihiin garabistaanka aad isusteen waa ku mahadsantihiin sida quruxda badan oodi maamusteen waxaan aad ugu farxay caawa waa halkaa iga dambeeyo oo caalamkeeda iskugu jira waxaa la ii sheegay hoolkan haween xasan sheekh lagu sameeyey farxadda gooniya ii tahaa marka ruuxi dabaantiisiya in anagana la ii sameeyo hoolkii lagu maamusana lagu maamuso farxad gooniya ii tahay waan u mahadcelinayaa intii soo samaysay iyo intii ka soo shaqeysay iyo intii horey u samaysay aad baan ugu mahadcelinayaa haddaan intaas uga baxo salaantaydii runtii reer Columbus Ohio waxay ku magacaaban yihiin ama looga wada ogyahay inay yihiin dad hadday noqoto dowladdis hadday noqoto horumar hadday noqoto garab istaag hadday noqoto soo dhaweyn hadday noqoto dowlad jecel iyo dad jecel inaad tihiin xaqiiqdii anigana waxaad dareemi kartaan anoo safar ahaa oo wadamo badan rabay inaan meelo badan inaan rumo inaan maro oo amerika ah meelo gaaba fiisayaalka haysta oo yurub ah inaan Columbus Ohio ugu soo maray kalgacal iyo aan leeyahay dadkaas dowlad yaqaan weeye waana dad sharaf leh inaan kugu soo hormaray laftirkeeda safar
Somaliland, kalau ibu hanya kau dan awak dan pasti tertinggal.